لما كان الإسلام هو الدين الوحيد الذي يشجع على العلم ويمجد العلماء، كان لزاما على علماء المسلمين وعامتهم أن يسارعوا بالتبكر من حقيقة اكتشافات ونظريات العلماء وإعطائها فرصة للبحث والنظر والدراسة المنطقية قبل أن ينزلقوا في منزلق الكنيسة التي تسارع في تكفير كل من يأتي باكتشاف لا يتفق مع كتبهم المحرفة وإن كان في القرآن ما يسنده. ولأننا نؤمن أن الفهم السليم لنصوص القرآن والعلم المادي المثبت لا يتناقضان أبدا، فإننا سنحاول أن نجد مدخلا توفيقيا بين رأي علماء الطبيعة وتفسير علماء الدين في قضية خلق الإنسان، مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتابا سماويا إلا قص فيه قصص الأمم السابقة ودعا الناس للتدبر فيما حدث لهم حتى نعتبر منه. بمعنى آخر، إن علم الآثار فيه من العبادة والتفكر في قدرة الله تعالى ما يدعو للإيمان وليس الكفر إذا درس دراسة عاقلة. فالتوراة والإنجيل والقرآن مليئة بقصص من قبل وإنجازاتهم ومصيرهم أيضا، والقرآن أكثر صراحة في دعوة المؤمنين للاعتبار بقصص من قبلنا، بل إن القرآن صرح بأن الله تعالى قد نجى فرعون بجسده مثلا ليكون آية للناس، قال تعالى فاليوم ننجيك ببدن تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن ودراسة تاريخ الفراعنة ومصيرهم عبادة لأن فيها آيات من آيات الله وليس بالضرورة تقود للكفر. وقد لفت الله تعالى انتباهنا لمساكن عاد وثمود وغيرهم وما صار إليه أمرهم، قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، قال تعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وفي قوم لوط وصف الله تعالى أننا نمر على آثارهم، قال وإنكم لتمرون عليهم مسبحين، بل وصف الله تعالى سورة يوسف وهي أكثر صور في القرآن تفصيلا لقصص من قبلنا أنها أحسن القصص، قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويذكرنا الله تعالى أن نعتبر من قصصهم، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتوجيه هذه الآية بالخطاب إلى أولي الألباب يدل على أن في قصص من قبلنا حكم يجب أن نعقلها وليس أن نتفاعل معها عاطفيا بجهل. حينما بدأت أوروبا تخرج من العصور المظلمة لم تتردد من ترجمة كل ما أتيح لهم من علوم الحضارة الإسلامية التي كانت في قمة ازدهارها وطوروها ليبنوا على أساسها حضارتهم اليوم. وكان شأن المسلمين في بداية عهد النهضة مشابها، إذ أنهم استفادوا من كل ما وصلت إليه الحضارة الرومانية واليونانية والفارسية وغيرها في كل ما يفيد الناس في دينهم ودنياهم من غير حرج. رغم اختلافهم العقائدي مع الذين بنوا تلك الحضارة، لكن المسلمين اليوم غير آبهين بما آل إليه حالهم من تخلف وتبعية وتمزق وابتعاد عن دينهم وضياع في دنياهم واعتماد تام على كل ما تنتجه المدنية الغربية في العلوم والتقنية بل وحتى القوانين والسياسة، ولكنهم لم يخطوا أي خطوات جادة للاستفادة من تقدم الغرب في العلوم المادية والبحوث العلمية في آيات الله الكونية لتطوير فهمهم لكتاب الله أو تطوير دنياهم بصورة مستقلة. إذن فالتفكر في خلق الكون وأصل الإنسان وأحداث الأمم السابقة عبادة وليس كفرا، على أن هذه العبادة لا بد أن تؤخذ مأخذا منطقيا يمحص استنتاجات العلماء وأدلتهم من ناحية ويفسح المجال للتدبر في آيات القرآن لاستنباط معاني أقرب للواقع من ناحية أخرى، إذ أن هذا هو شأن كل الألباب. وبناء على ذلك قد اجتهدنا في أن نسخر العلوم التي علمنا إياها الله عن الظواهر الكونية في إيجاد قواسم مشتركة بين ما تطرحه الأديان وما توصل إليه الباحثون من علماء الطبيعة لتكون أساسا للمقارنة حتى نكون أكثر واقعية في طرحنا لقضية تطور هذه، ولا نبتغي في ذلك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولعل أفضل ما يمكن البداية به هو تحديد الجغرافية الزمانية والمكان اللذين وجد فيهما الإنسان العاقل من ناحية علمية ومن ناحية دينية. جغرافية التطور، كما أسلفنا فإن علماء الطبيعة خلصوا إلى أن أقدم آثار الإنسان العاقل ترجع إلى حوالي 7000 عام، بمقارنة هذه الفترة الزمنية بما طرحه الإنجيل من نسب المسيح عليه السلام على ما فيه من علم، نجد أن الفترة الزمنية تقريبا متقاربة. وقد ورد في إنجيل لوقا أن المسيح عليه السلام قد انحدر من آدم بعد 75 جيلاً
الأجداد من الأجداد. إذا افترضنا أن كل رجل عاش بين 60 و 70 عاما قريبا، فإن الفترة الزمنية بين عيسى عليه السلام وآدم تكون 5000 سنة قريبا. ولما كان المسيح قد ولد قبل نحو 2000 سنة، فإن الفترة الزمنية بين جيلنا اليوم وجيل آدم وهو أول إنسان عاقل حسب الأديان السماوية تصبح 7000 سنة. وهذا ما افترضه علماء الطبيعة بملاحظاتهم وحفرياتهم. ولو طبقنا نفس القياس البسيط على نسب النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن هشام، والتي نظن أنها أصلا مقتبسة من الإسرائيليات فيما بعد إبراهيم عليه السلام، لوصلنا إلى نتيجة مشابهة. هذه مقارنة تقريبية فقط، إذ لا يمكن إحصاء أجداد المسيح بالضبط، لأن نسبه في الإنجيل فيه من العلات والتناقضات التي لا ينكرها أهل الكتاب أنفسهم، ما يكفي للتشكيك في صحته. ومن ناحية أخرى، لا يمكن تحديد عمر الإنسانية باليوم والساعة، لأن هذا ما لم يدعه علماء الطبيعة. ولكن على الأقل هناك تقارب في الفترة الزمنية التي وجد فيها آدم وأبو البشر وفقا لنسب المسيح في الإنجيل ونسب النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، وما وصل إليه علماء الطبيعة من تاريخ ظهور الإنسان العاقل على سطح الأرض. أما بالنسبة للموقع الجغرافي فالأمر أيضا مدهشا، أن معظم تلك الهياكل العظمية التي أشارت إلى نظرية التطور وجدت في دولة أثيوبيا وما حولها من بلاد السودان القديم. ورغم أن علماء الغرب وعلى رأسهم الأمريكان يحبون أن ينسب كل شيء إلى أرضهم، حتى المتدينون منهم يظنون أن المسيح سينزل في أمريكا، إلا أن علماء الطبيعة الذين يطرحون الحقائق كما وجدوها أثبتوا أن أقدم عظام بشرية وجدت في منطقة شرق أفريقيا. ولا يخفى على أي إنسان عاقل التقارب الجغرافي بين أثيوبيا والجزيرة العربية التي تشير الأديان السماوية إلى أن آدم ظهر فيها وانحدرت سلالاته الأولى فيها. ويظن الكثير من المسلمين أن مدينة جدة قد سميت بهذا الاسم لأن حواء جدة البشر مدفونة فيها. من هذا يمكن أن نخلص إلى أن هناك تشابها كبيرا في رأي علماء الطبيعة والدين في تحديد الزمان والمكان اللذين ظهر فيهما أول إنسان عاقل. وهاتان نقطة اتفاق يجب التعويل عليهما في مواصلة البحث والمقارنة بين رأي الدين والعلم بهذا الأمر، على أن الخلاف بين الفئتين يكمن فيما إذا كان آدم هو فقط أول إنسان عاقل حسب رأي علماء الطبيعة، أو أنه أول إنسان على الإطلاق حسب ما يفسر أهل الأديان. فنظرية داروين تتفق مع الأديان في أن الإنسان العاقل وجد فجأة في عصر آدم، أي نحو حوالي 7000 سنة، ولكنها تضيف أن هذا الإنسان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ومر بمراحل كثيرة جدا من الأطوار إلى أن وصل إلى هذه المرحلة، بل إنه كلما تطور العلم كلما تراكمت الأدلة على أن الإنسان أصلا قد نبت من الأرض نباتا، وهو بذلك يشترك مع جميع الأحياء على الأرض في أصل. هذه الإضافة من أهل العلم تسبب حرجا كبيرا، لأن الأديان في الغرب أشبه بحرج الكنيسة من وصف جليل بأن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وليست الأرض. بزمان كان تفسيرهم للنصوص التي بين يديهم لا يحتمل ذلك الاكتشاف، ومن عارض ذلك ديانة اليهودية ومن بعدها النصرانية التي استسقي فهمها لأصل الخلق من توراة اليهود لا تقبل مناقشة احتمال وجود سلالة الإنسان قبل آدم على الإطلاق. وما ذلك إلا لأن الدين والمنطق عندهم شيئان مختلفان لا يمكن التوفيق بينهم. وما يزيد الأمر تعقيدا بالغرب المسيحي واليهودي هو أن الكتب السماوية التي يرجعون إليها لا يمكن إعادة تأويلها، لأن الأصول الحقيقية قد انتهت، وما بين يدي الناس ليس إلا تراجم لا يستطيع إنسان تأويلها بطبيعة الحال. وهكذا اتهم الكهنوت الغربي داروين بالكفر من غير أن يتفكروا فيما وصل إليه بحثه، ومن ثم تبعهم علماء المسلمين بكل بساطة، رغم أن دينهم يدعو إلى التدبر واحترام المرء، ورغم أننا نقرأ القرآن العربي المحفوظ كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقنا بل من واجبنا إعادة فهم النصوص التي تشير إلى قضايا كونية لم يرد فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير. ونسبة لاتباع المسلمين لليهود في ضيق أفقهم هذا، قد عجزوا حتى الآن من إقناع رأي العام العالمي بأن الإسلام حق، لأنهم اتبعوا أسلوب الكهنوت الغربية في تكفير علماء الطبيعة من غير فهم علمي لبحوثهم، ومن غير مراجعة منطقية لتفسيرهم لآية القرآن التي وصفت تطور الإنسان وخلقه من طين. لو نظرنا في تاريخ تطور العلوم التطبيقية وربطنا بفهم وسلوك رجال الدين لوجدنا أن هناك حقائق علمية أخرى مشابهة إلى حد كبير لنظرية داروين، لكنها لم ترتبط بالكفر، لأن دعاة الإلحاد لم يسرقوها لتكون برهانا لإنكارهم وجود الله، ومن ثم لم تثر غضب رجال الدين، مما أتاح لها فرصة كافية لتبحث وتثبت وتصبح من أبسط المعلومات
المعلومات التي يتعامل بها الكهنوت والرجل العامي كما يتعامل معها العالم. مثلا حينما اكتشف الأطباء أن السائل المنوي يحتوي على ما يقارب 100 مليون حيوان منوي وواحد فقط منهم ينجح في تلقيح البويضة، وأن مبيض الأنثى يحتويان على حوالي 500 بويضة واحدة فقط تنضج كل شهر، لم يؤدي هذا الاكتشاف للظن من قريب أو بعيد أن الله غير موجود وأن الأبوين هما اللذان يخلقان الأطفال. فالاكتشاف أخذ ببساطة على أنه دليل على عظمة الله تعالى، وأخذه المسلمون كتفسير للكثير من الآيات التي وصفت الإخصاء، للكثير من الآيات التي وصفت الإخصاء وتكوين العلقة والمضغة ثم الجنين كما وصف القرآن، فقالوا صدق الله العظيم. حينما يصل اكتشاف أو النظرية العلمية للمسلمين قبل الملحدين، فإنهم قد يبحثون لها عن تأكيد من القرآن ثم يقبلوها كآية من آيات الله بهدوء وبكل فخر. ولكن إذا التقط المعلومة أو النظرية دعاة الإلحاد أولا وربطوها من غير وجه حق بإلحادهم، يسارع رجال الدين المسلمين ونصارى اليهود إلى رفض الفكرة جملة وتفصيلا وتكفير مكتشفها وإن لم يكن ملحدا، وتحريم حتى التدبر في آية الله الغامضة التي ربما تكون تفسيرا لها، وكأن الله تعالى قد أوكل إليهم التحدث باسمه وتأويل كلماته وتأويل كلماته التي لا يعلم تأويلها إلا هو بمعنى محدود دون غيره. وقبل أن ننتقل لمناقشة قضية خلق آدم من وجهة نظر دينية، استحسن أن نلخص الاحتمالات المنطقية لمدى صحة أو عدم صحة نظرية التطور لدى داروين، مستهدين في ذلك بحكمة الله تعالى بطرح الاحتمالات المنطقية كل حوار أو بحث. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ففي أي خلاف هناك احتمالات يجب أن يدرسهما أي باحث حكيم قبل إصدار الأحكام، ويجب عليه بنص القرآن أن يدخل الحوار متقبلا لاحتمال أن يكون هو المخطئ وليس بالضرورة نظيرة. ومن هذا المنطق إن الاحتمالات المنطقية في قصة التطور هي: الاحتمال الأول أن يكون العلم التجريبي مخطئا تماما، وأن الإنسان العاقل وجد في شخص واحد وهيئة واحدة وعقل مكتمل منذ أن دبت فيه الحياة، وأن ما وصفه علماء الطبيعة ليس إلا هراء وفسقا لا يقبل حتى النظر فيه. هذا الاحتمال يرسخ الطلاق الأحمر بين الدين والعلم ويجعل أهل الكهنوت في حرج دائم، إذ أن علماء الطبيعة لديهم من الأدلة ما يكفي على الأقل في إثبات أن الإنسان مشى على الأرض ملايين السنين قبل عهد آدم. قبول هذا الاحتمال من غير نقاش يبرز الدين بصورة متحجرة مما يزيد من معتنق الإلحاد، إذ أنه يترك بين يديهم أدلة علمية مادية يضللون بها العامة بوقت يرفض فيه أهل الأديان حتى مراجعة فهمهم للنصوص المنزلة على ضوء ما توفر للإنسان من علم بآيات الله الكونية. ونظن والله أعلم أن مثل هذا التفكير المتحجر يعارض قول الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ما الاحتمال الثاني أن يكون الإنسان حقيقة قد خلق في أطوار متلاحقة وعاش حينا من الدهر كحيوان أدنى ولم يكن شيئا مرفوعا، ثم تطور إلى أن أصبح مخلوقا أقرب للقردة في هيئته فأفسد في الأرض وسفك الدماء، ثم قفزت به قدرة ما وهي ما يشير إليها داروين بالحلقة المفقودة إلى إنسان عاقل بعد أن طور عقله إلى عقل إنسان. الاحتمال الثاني يطرق علماء الطبيعة الباب مفتوحا كل من لديه دليل ليثبت أن الخالق الأعظم هو الذي طور هذا المخلوق إلى إنسان عاقل قبل أقل من 7000 سنة، ليكون تفسيرا للحلقة المفقودة، الشيء الذي يمكن أن يحدث تزاوجا طبيعيا بين العلم والدين ويقطع الطريق أمام دعاة الإلحاد من أن يسرق الناس إلى إنكار الله من غير دليل علمي أو منطقي. في بحثنا هذا نؤمن أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونؤمن أن الحكم على جاليلو بالسجن كان خطأ كبيرا لأن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية، والله بريء من تفسير الكهنوت الضيق لكلماته في الكتب السماوية السابقة. وكذلك نظن أن في كتاب الله من الدلائل على أن قصة خلق آدم أكبر بكثير مما توارثه المسلمون وما تنقلوه من إسرائيليات، ونؤمن كذلك أن الإسلام يحث على العلم ويشجع الإنسان على البحث والتدبر في آيات الله الكونية، ولا عيب في فهم جديد لآيات القرآن ما لم يتعارض ذلك مع نص قطعي أو تفسير مؤكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قرآنا ابتدأ بسورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لا يمكن أن يحجر إعجازاته العلمية كائنا من كان.